هل يجوز قول سيدنا في التشهد؟ لا يقال في التشهد سيدنا، وإنما يؤتى بالشيء الذي ورد بالصيغة التي علم الرسول الناس إياها، مثل ما أنه لا يقال في الأذان أشهد أن سيدنا محمد رسول الله لأنه لم يرد، وكذلك لا يقال في التشهد في الصلاة تشهيد صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وسيد الخلق سيد البشر، وهو أفضل الناس وهو سيد الناس يوم القيامة كما سيد الناس في الدنيا والآخرة. وقد قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهو سيدهم في الدنيا والآخرة، ولكنه نص على يوم القيامة لأنه اليوم الذي يظهر فيه سؤدد على الجميع، يظهر سؤدد على الجميع، وذلك أنهم يطلبون الشفاعة من أولي العزم من الرسل من آدم وأولي العزم من الرسل، وكل يعتذر حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم، تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام، فيشفع ويشفعه الله في أهل الموقف، فيستفيدون من شفاعته كلهم من أولهم إلى آخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، الشفاعة العظمى الخاصة به صلى الله عليه وسلم والتي يحمده عليها الأولون والآخرون. قال أنا سيدنا يوم القيامة لأنه يظهر سؤدد على الجميع، وإلا فإنه سيدهم في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأما التسييد في خارج الصلاة فملازمته والاستمرار عليه ليس هذا من نهج السلف، وليس من هذا من عمل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والدليل على هذا أنك تجد الأحاديث كتب الحديث كلها من أولها إلى آخرها، صحيح البخاري وصحيح مسلم مسند الإمام أحمد والسنن الأربعة كلها تذكر الأحاديث والأسانيد حتى تنتهي إلى الصحابي، فيقول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها قال سيدنا رسول الله، لا يوجد في كتب الحديث شيء من هذا. ولو كان ذلك يعني مأثورا ولو كان ذلك يعني مشروعا ما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتركونه، وهم أحرص الناس على كل خير وأسرع الناس إلى كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. تجد الأحاديث كلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، مر رسولا بكذا، ما فيها قال سيدنا، سمعت سيدنا، يعني هذا الالتزام الذي يلتزم بعض الناس ويعتبر أن من لم يفعل ذلك أنه مقصر، هذا كلام، هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم أشد الناس توقيرا وتعظيما للرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن كتب الحديث يعتنون بألفاظ ما ليس بينها فرق في المعنى، يعني تجدهم يفرقون يعني بين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعبير بالنبي والرسول ينصون عليه، ينصون على التعبير، مع أنه ما في فرق، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله، النتيجة واحدة، والرسول والنبي والرسول هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنهم يحافظون على الألفاظ، فيقولون مثلا إذا كان المحدث له شيخين واحد منهم قال النبي والثاني قال رسول الله، يجيبون هذا قال كذا وهذا قال كذا مع النتيجة واحدة. فلو كان فيه قال سيدنا في بعض المواضع لنصوا عليه، ومع ذلك هذه كتب الحديث بالعشرات الألوف بهذه الطريقة، البخاري من أوله إلى آخره، مسلم من أوله إلى آخره، مسند الإمام أحمد من أوله إلى آخره، فيه يجي 30,000 حديث أو 40,000 حديث وغيرها من كتب الحديث. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيدنا وإمامنا وقدوتنا، ولكن لا يقال أن التزام تسييده يعني عند ذكره صلى الله عليه وسلم أن من لم يفعل ذلك مقصر، لأن هذا هو الذي عمل أهل الصحابة، هذا هو عمل الصحابة كما هو موجود في كتب الحديث.